صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم في طبعا حلقه جديده من هذا الصباح. وصلنا لفقرتنا الخاصه بالاخبار، ويعني ابرز الاخبار المطروحه على الساحه عموما، وبناخد طبعا تعقيب على بعض هذه الاخبار وايضا بعض التفاصيل. خلينا نبتدي اخبارنا على طول خاصه بالتموين. سوق نموذجي ب 8 مليارات جنيه، هو مشروع بانشاء منصه تجاره الكترونيه. بعض التفاصيل عن هذا الموضوع اكد الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين رئيس جهاز تنميه التجاره الداخليه ان قطاع التجاره الداخليه يمثل 5% الناتج المحلي، وان التجاره الداخليه حققت معدلات نمو كبيره وبياتي على راسها التجاره الالكترونيه. واكد ايضا ان الاقتصاد المصري من افضل 3 اقتصادات في العالم العام الماضي بمعدلات نمو وصلت ل 3.4%، كما ان قطاع التجاره في مصر اكبر المساهمين في اجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 392 مليار دولار، وكان نصيب قطاع التجاره 21% من الاجمالي بقيمه 1.3 مليار دولار، مثل تجاره الجمله والتجزئه والنقل واللوجستيات ومؤخرا ايضا التجاره الالكترونيه. كشف ايضا الدكتور ابراهيم عشماوي عن مناقشه مشروع قانون بإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية خاصة بالمعارض الموسمية، حيث أن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا كان 3.6 مليار دولار، وبعد كورونا وصل ل 5 مليار دولار وفقا لعمليات الشراء بالكريدت كارد. أما تعاملات الكاش فبتعادل 5 أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية، وإن حجم التجارة على مستوى العالم بيبلغ 22 تريليون دولار، منها 17 تريليون للتجارة و5 تريليونات للخدمات. وأشار إلى أن أسباب التضخم هي زيادات سعرية كثيرة في مدخلات الإنتاج، لكن السوق المصرية لم تشهد في هذه الأزمة نقص في أي سلعة أو أي خدمة رغم تأثر بعض الدول الكبرى. طيب خلينا ناخد مزيد من التوضيح والتعقيب على هذا الموضوع. معانا دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد صباح الخير، اهلا بحضرتك معانا. وبتتوقف ازاي عند اهميه التجاره الالكترونيه في حركه الاقتصاد؟ صباح الخير يا فندم حضرتك والساده المشاهدين. الحقيقه طبعا التجاره بصفه عامه هي تمثل اهم رافد من روافد الدخل القومي او الناتج القومي، باعتبار انها زي ما حضرتك في التقرير دلوقتي ان هو اكثر من 22 تريليون دولار التجاره العالميه، وده اكثر من الناتج. ده بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي ان اساسا في هذه الحاله لابد من الاهتمام بالتجاره سواء في النقل او في التخزين او في التبادل او في التوزيع. والتجاره هنا الالكترونيه هي لغه العصر القادم، باعتبار ان تكنولوجيا المعلومات سهلت من التبادل التجاري ما بين الاطراف. وهنا عملت 3 حاجات، اولا غيرت مفهوم المؤسسه في حد ذاتها، فاصبح دلوقتي ممكن اي حد من بيته يعمل تجاره ويوزعها ويتعامل ويجيب دخل. وكمان قللت التباعد ما بين، قللت المسافه ما بين العميل وما بين مكان التوزيع. النهارده ما عادش في مكان لا حدود جغرافيه ولا حدود زمنيه. كمان العميل بتاعنا النهارده بقى موجود في كل حته. كل ده ادى الى انتشار التجاره الالكترونيه، يزيد من معدلات التبادل التجاري، يزيد من الاستفاده من المزايا النسبيه ما بين كل الاطراف، اتسعت الاسواق واصبحت الاسواق هنا عالميه ليست محليه. لما يجي عندنا في مصر الحقيقه احنا بقى لنا النهارده الدوله المصريه بقى لها اكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات تحديدا بتشتغل على انشاء بنيه تحتيه تكنولوجيه لكل الدوله وفي نفس الوقت الخدمات والتجاره. ليه كده؟ لان اصبح النهارده وكمان اصبح النهارده في الفاتوره الالكترونيه والتسديد الالكتروني وفي التعاملات البنكيه الالكترونيه، كل ده ييسر عمليه التجاره الالكترونيه عشان نقدر نزيد عمليات التجاره، لان الاقتصاد هو التجاره هي التي تقود حركه الاقتصاد. التجاره اللي بتحدد لي انتج ايه، التبادل يتم ازاي، التوزيع يتم ازاي، مراكز التوزيع يتم ازاي. كمان التجاره الالكترونيه بتخفض هنا من الاعباء التمويليه او الاعباء في التكاليف ما بين المنتج والمستهلك، لان حضرتك التجاره العاديه بتعمل نقل التجاره وغيره 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 من حركات النقل واللوجستيات، لكن التجاره بتسهل، ثانيا في بتدي ضمان، ثالثا بتحدد المسؤوليه، رابعا كمان انها بتكون موفره جدا وبتجيب حقوق الدوله.
بمعنى ان هنا اصبح مدير الضرائب او مسؤول الضرائب هنا يستطيع ان يصل الى التدفقات النقديه الحقيقيه والارباح الحقيقيه من خلال الوسائل الالكترونيه. معنى ذلك في النهايه ان انا عايز اقول التجاره الالكترونيه هي حمايه للفرد وحمايه للتاجر، وفي نفس الوقت تعطي حقوق الوطن والتزامات الوطن، وفي نفس الوقت تحدد المسؤوليه وتحدد المساءله. نعم دكتور محمد، بيتم مناقشة مشروع قانون خاص بإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية، قد إيه وجود منصة للتجارة الإلكترونية ممكن يخدم انتشار التجارة الإلكترونية وفكرة كمان الرقابة عليها أو تحصيل الضرائب وما إلى ذلك؟ هو حضرتك المنصة الإلكترونية هنا بتدي فرصة إن في موقع رسمي تستطيع كل الناس تقف عليه وتشوفه وتتعامل معاه، وده لانه هو كان التجاره الالكترونيه الى حد كبير جدا معتمده على الجهود الفرديه واحيانا جهود عشوائيه، بمعنى ان واحد بيعمل منصه لوحده وبالتالي بيعلن عن حاجه ممكن يقع هنا بعض الناس في مشاكل معينه، فارتأت الدوله او هنا لتنظيم التجاره الالكترونيه ووضعها بصوره شكل رسمي باعتبار ان الاقتصاد هو يتجه الى الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الالكتروني، فاذا في هذه الحاله لابد هنا ان احنا نضع قانون على اساس انه يوضح ازاي ينشا الموقع، ايه المسؤوليه المترتبه عليه، ايه الواجبات والحاجات، كمان ايه وسائل التبيين، ايه المعلومات اللي لازم تتحط على الموقع الالكتروني، حقوق المستهلك، لان اصبح في التجاره العالميه او في المنافسه هنا ظهر مفهوم حقوق المستهلك، المستهلك هنا له حقوق زي ما المنتج له حقوق فالمستهلك له حقوق، من يضمن ذلك؟ هي الدوله، والدوله هنا لابد ان تصدر قوانين لها. يعمل ايه الموقع ده؟ الموقع ده اولا هيحدد هيبقى فيه شفافيه، هيبقى فيه مصداقيه، هيبقى فيه نزاهه، هيبقى فيه حوكمه التجاره الالكترونيه هنا على اساس ان اي حد يبقى عارف السعر ده مين المنتج ومين الموزع والسلعه جات له ازاي وسعرها ايه، عشان لما يحصل حاجه يقدر يرجع عليه من الناحيه القانونيه اللي هو هنا المساءله والمسؤوليه على هذا الرجل اللي هو بيتجه الالكتروني. لكن الواقع يؤكد لنا اننا متجهون الى التجاره الالكترونيه وان التجاره الالكترونيه تصبح هي الواقع العالمي اللي بيحرك التجاره ما بين كل دول العالم. الواقع يؤكد لنا ان الاقتصاديات النهارده العالميه تداخلت وبالتالي لابد من ضبطها. نعم. والواقع ايضا يؤكد لنا انه لا يمكن تيسير التجاره وتيسيرها وتحقيق معادلات عائله كبيره وتحقيق ايضا عداله الا من خلال الوسائل الالكترونيه التي تضمن للجميع، فهي لغه العصر. واذا كان النهارده الدوله المصريه اخذت من 6 سنوات والنهارده تقرر هذا القانون، اعتقد انه نقطه اضافيه في طريق التنميه. دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي كنت معانا عبر الهاتف، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبننتقل لموضوع اخر وخبر اخر. وزير الزراعه يعلن فتح السوق الفلبيني امام الصادرات المصريه لاول مره، تفاصيل عن هذا الموضوع اعلن السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي فتح اسواق الفلبين امام الصادرات الزراعيه المصريه بناء على تقرير تلقاه من الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري بيفيد بنجاح جهود الحجر في إنهاء إجراءات فتح الأسواق الفلبينية أمام صادرات مصر من الموالح لأول مرة، وذلك بعد مفاوضات فنية مكثفة بين الجانبين المصري والفلبيني استمرت لأكثر من 5 سنوات، وتكللت هذه الجهود الأسبوع الماضي باستضافة الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وفد من الحجر الزراعي الفلبيني، وتم عرض المنظومة الجديدة لتكويد وتتبع الصادرات الزراعية المصرية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري، وعقد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية إلى المزارع والمحطات التصديرية. تم أيضا الاطلاع على آليات التنفيذ الفعلي لهذه المنظومة والإجراءات الرقابية التي يقوم بها الحجر الزراعي على الصادرات المصرية من الموالح. وجه وزير الزراعة الشكر لرجال الحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري على الجهود الكبيرة والتنسيق الدائم من أجل إنجاز هذا الملف الكبير. جدير بذكر أن التفاوض مع الجانب الفلبيني كان بدأ من عام 2016 ولم تتمكن مصر من فتح تلك الأسواق الجديدة إلا بمقتضى الموافقة الفلبينية وتوقيع البروتوكول.
بتتكلم عن السياحه ونمط سياحي الحقيقه واعد وبنحاول ان احنا نهتم بيه في هذه الفتره ويمكن من سنوات قريبه، وهو السياحه الصحيه او يعني بتعرف بشكل شائع اكثر السياحه العلاجيه. وزير الصحه، مصر تحتل المركز الرابع عربيا والسادس والعشرين عالميا في السياحه العلاجيه. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان قال في افتتاح مؤتمر نقابه اطباء القاهره عن السياحه العلاجيه، والحقيقه المؤتمر تحت عنوان الطب والسياحه في ارض الكنانه، قال وزير الصحة أن مصر تمتلك من مقومات السياحة العلاجية أكثر بكثير من تصنيفها على خريطة السياحة العلاجية العالمية، فمصر تحتل المركز الرابع عربيا والسادس والعشرين عالميا. وأضاف وزير الصحة والسكان أن مكونات السياحة العلاجية هي الأطباء، المستشفيات، الخدمات السياحية وأيضا تكلفة العلاج، وأن مصر بتمتلك أطباء ذات مهارة عالية ومستشفيات متميزة وكنوز سياحية وأثرية، إضافة إلى طقس مصر المعتدل طوال العام بينقصها فقط توحيد تكلفة العلاج في الخدمات الطبية المقدمة إلى متلقي خدمة السياحة الصحية. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أنه لابد من لجنة تقود تطوير السياحة الصحية ضمن خطة يتم التنسيق فيها مع جميع الجهات المعنية، وأشار إلى أنه قريبا سيصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء مؤكدا على ضرورة شراكة نقابة الأطباء والتنسيق معها. وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن التناول الإعلامي للقضايا الطبية بشكل غير مهني وتناول حالات فردية وتضخيمها بيضر بشكل بالغ بالسياحة الصحية. طيب خلينا ناخد ايضا تعقيب على هذا الموضوع. معانا الدكتور حازم عطيه رئيس المجلس المصري للشؤون السياحيه واستاذ السياحه بجامعه حلوان. دكتور حازم صباح الخير، اهلا بحضرتك معانا، وشايف مستقبل السياحه الصحيه في مصر ازاي؟ طبعا زي ما حضرتك في التقرير وكلام الدكتور خالد وزير الصحه انه موضوع مهم جدا. اولا الطقس المعتدل في مصر، انا بتكلم ليه؟ لان ما ننساش حضرتك انه في دول في اوروبا ست يعني على الاقل اشهر درجه حراره تحت الصفر، والجو المناسب لمصر ده عامل مساعد كبير جدا لان مصر تكون من الدول الرائده والمتقدمه في السياحه العلاجيه. ولكن زي ما تفضل الوزير وقال انه لازم تتعمل لجنه متخصصه وتكون هيئه تنشيط السياحه فيها اداره مستقله للتنشيط في هذا الاتجاه. طبعا زي ما بقول لحضرتك ان هناك، وده لازم نبقى عارفين، هناك تور اوبريتورز يعني شركات منظمه للرحلات السياحيه، التور اوبريتورز الكبار بره متخصصين في هذا النوع. يبقى هدفنا احنا الوصول الى التور اوبريتورز اللي هم بينظموا رحلات العلاج في الخارج والاستشفاء واستغلال المياه الكبريتيه والى اخره. مصر يعني انا بقول لحضرتك بالصدفه وانا بكلم حضرتك، احنا كنا امبارح والنهارده ولسه بكره في مؤتمر السياحه البيئيه والخضراء في مرسى علم، انا بكلم حضرتك واحنا في مرسى علم بالصدفه، وكان امبارح الافتتاح هذا المؤتمر اللي بتنظمه جامعه بني سويف كليه السياحه، وتطرقنا لهذا الموضوع بالصدفه امبارح في هذا المؤتمر، انه مصر تتمتع بالعديد من الينابيع اللي فيها المياه الكبريتية والعلاجية، واحنا شفنا ازاي بره قدروا في نطاق ضيق لما يمتلكوه من هذه المقومات يجلبوا مئات الالاف من السائحين، زي في تشيكوسلوفاكيا القديمة يعني وسلوفاكيا وكاربوفاري وكل المناطق دهيا يأمها الاف السائحين سنويا. فطبعا بلا شك لازم تؤخذ، بس تؤخذ مع الرجال زي ما بقول لحضرتك، لازم تنشا اداره متخصصه في هذا المجال، ونعلم ان هناك تور اوبريتورز متخصصين يجب علينا الوصول اليهم وعقد اتفاقيات معاهم، ولا يكتفي زي ما قال سياده الوزير انه التنشيط اللي هو للسياحه الفراده كده يجوا مصر دي مش هتفي بالغرض المطلوب، فلازم نهتم بيها من ناحيه كيف ننشطها.
لا يكفي ان احنا نقول احنا نمتلك كذا كذا، ولكن طبعا العامل الاخر المهم جدا الامكانيات طبعا البشرية والمادية من المتخصصين والاطباء، وفي هذا النوع من العلاج، وبجانب طبعا الامكانيات المادية من قرى سياحية متخصصة وفنادق متخصصة تقدر تقدم هذه الخدمة، علما بان حضرتك عارفة انه برا وفي الاتحاد الاوروبي في كل الدول الاوروبية التأمين الصحي بيدفع ليهم مثل هذه العلاجات المرتبطة بالروماتيزم والأمراض الشبيهة اللي ممكن قوي الوصول لهذه الأعداد من السائحين من خلال شركات التأمين الصحي في أوروبا. نعم، دكتور حازم معطية رئيس المجلس المصري للشؤون السياحية وأستاذ السياحة بجامعة حلوان كنت معانا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وبنروح لآخر أخبارنا، يعني نتكلم عن الصحة لكن نشاطها على الأرض، وزارة الصحة والقوافل الطبية لعلاج المواطنين. أول 10 أيام من ديسمبر الصحة تطلق 46 قافلة طبية مجانية بالمحافظات. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 47 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية من يوم أول ديسمبر وحتى يوم 10 ديسمبر الجاري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن القوافل الطبية بيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأشار إلى أن القوافل بتضم كافة التخصصات الطبية من بطنة، أطفال، أنف وأذن، عظام، جراحة، رمد، أسنان، القلب، الجلدية، النساء والتوليد، وأيضا خدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وأيضا صيدلية بتتوافر بها كافة الأدوية، وبيتم تحويل الحالات اللي بتحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أيضا إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. كده مشاهدينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية هذه الفقرة الأخبار، وفاصل قصير بنروح طبعا لموجز الأنباء، بعدها بنرجع هنا للاستوديو نبتدي أول حوار. ابقوا معنا.